السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد مع فيديو جديد مع وصفة جد شهية ولذيذة وكتوجدنا بسرعة، وهي بقلاوة العربية أو البقلاوة التركية كما سميتها أنا، اثنين في واحد يعني بقلاوة وكنافة في نفس الوقت. هي بقلاوة عبارة على ماسة فيلو محشوة بالكنافة والمكسرات. بقوا معايا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه لهذه الوصفه جد سهله ولذيذه، كنحتاج مكونات بسيطه. اذا عقلتوا كنت عملت معكم الجلاش بحشوه الدجاج، شطت لي واحد 4 الوريقات الفيلو، طبعا ما رميتهمش، قلت نستغلهم بما ان دائما كنعمل كميه قليله حسب عدد الاسره ديالي. فهذا هو المرق الفيلو اللي شاطوا لي. غنحتاج يعني واحد كميه من الكنافه، يعني تقريبا واحد زلافه صغيره من الكنافه. نحتاج هذه الصينيه اللي غنعمل فيها بقلاوه. غنحتاج تقريبا واحد 4-5 معالق كبارين مزيج من الفستق الحلبي يعني البيستاج هرمشته، والزجوج او القرقع حتى هو قطعته طريفات صغار. عملت معاهم واحد معلقه صغيره من السكر وخلطتهم. يعني هاد البقلاوه ما كديرناش مكسرات بزاف. غنحتاج تقريبا شويه الزبده مذوبه، تقريبا نص كاس الزبده مذوبه. ونبدا معكم على بركه الله، الطريقه جد سهله. كما لاحظتوا هنا عندي غير 4 الوريقات اللي شاطوا لي فقط. طبعا ضروري دائما يعني نغتنموا الفرص وما نضيعوش الحاجات اللي كتشطنا، نفكروا افكار نقدروا نخرجوا منهم اي حاجه بسيطه. دابا كما لاحظتوا دهنت الورقه الاوليه وعنضيف عليها الورقه الثانيه، غندهن حتى هي بشويه الزبده. بالنسبه لي هذه اسهل واروع بقلاوه يعني كتوجد بسرعه. وبالنسبه للحلويات الشرقيه انا كيعجبني نوجدهم في نهارهم وناكلهم في نهارهم، لانه كما كيكونوا مسقيين بالسير او بالشيره فما كيقدروش يحافظوا على القرمشه ديالهم اكثر من يومين. دابا كنوزع هنايا الكنافه بهذا الشكل هذا، يعني كنفرقها بيدي كنعملها فوق داك الورق الفيلو بشويه، كنوزعها بهذه الطريقه هذه. وغنعمل مكسرات عطر الساعة من ايدي. هاد النوع كيما خصكون بقلاوة ما كديش يعني كسب بين البيستاج والقرقع فقط، يعني ما كديناش المكسرات بزاف، وفي نفس الوقت كتجي مقرمشة ولذيذة جدا. كنصحكم تجربوها لانها اسهل ما يكون. دابا غنقوم بالطي ديالها، عندها شوية الزبدة اول لفه وعمق نستمر. هذه سهله يعني بحال كنلوي اي رول عادي، كنلوي وكنضغط عليها باش كتماسك معايا ما كتبقاش مرخوفه. كنزير يدي. دابا عندي هنا بشويه الزبده، دائما كنقول لكم تشبعوا ورق الفيلو بالزبده لانه الزبده ضروريه في ورق الفيلو باش كتجي مقرمشه. دابا دهنت الصينيه اللي عند داخل الفران وغندهن شويه والرول ديالي بالزبده، وغنقوم بالتقطيع ديالو. بغيتو تقطعوه مثلث على شكل مقروط او لا تقطعوه هيدا دوائر، كيبقى الاختيار ليكم. انا غنقطعهم شكل يعني هذا الشكل، هذا شكل عادي. وغنرصها في الصينيه اللي عند داخل الفران. ثم بإمكانكم تعملوا كمية كبيرة، مثلا تقدروا تعملوا زلافة كبيرة من المكسرات وباكية كاملة ورق الفيلو والكنافة تقريبا ربع كيلو، وغتخرجكم ما شاء الله كمية كبيرة جدا. أنا كما قلت لكم حسب عدد الأسرة ديالي دايما كنعمل كمية قليلة، ولكن كنعطيكم أفكار اللي تقدروا تمشيو عليها وتعملوا كمية أكبر إن شاء الله. مهم غنستمر في هذه العملية ونعمل معكم ورقة أخرى. هنا كما عملت في الاول عملت جوج ورق الفيلو فوق بعضهم، دهنتهم بالزبده وعملت الكنافه والباقي اللي بقى من المكسرات. غنقوم بالطي ديالها، عندها الطي الاولى بشويه الزبده، وغنستمر بهذه الطريقه هذه. عمليه سهله وبسيطه وكتوجد بسرعه، يمكنكم توجدوها قبل المغرب بساعد المكانه تكون موجوده عندكم، وكتجي مقرمشه ولذيذه في نفس الوقت.
غنستمر بهذه العمليه حتى نعمر الصينيه كامله وندخلها الفرن على درجه الحراره 180 من تحت ومن فوق حتى كتحمرنا من تحت ومن فوق. غنحاول نفرقهم شويه باش كيدخل الطياب من داك الكنافه اللي من داخل المحشوه. ضروري نشبع الزبده، غندهنها بالزبده المتبقيه عندي وندخلها الفران كما قلت لكم 180 من تحت ومن فوق حتى كتحمر وكتقرمش ونتلقاو. هذا هو الشكل من بعد ما خرجتها من الفران وهي سخونه، انتما كتلاحظوا تحمرت من تحت ومن فوق كتجي مقرمشه هي سخونه. غنقوم بالسق ديالها بالشيره اللي سبق لي وحضرتها معكم فيديو قصير، انا غنخلي لكم الرابط ديالها تحت الفيديو، شيره او القطر. انتما كتلاحظوا كتغلي اذا شفتوا لانها سخونه والشيره بارده باش كتعسل وكتماسك فيها داك الشيره. وغنخليها في هذا القطر او الشيره تقريبا واحد ساعه ما قالنا حتى كتشرب مزيان وكتبرد، عاد غنقوم بالتزيين ديالها ونقدمها في الطبق. كنصحكم تجربوا هذه الوصفه لانها جد سهله ولذيذه لمائده الفطور لما لا. من بعد ما خليت تحت بردت تماما زينتها بشويه الفستق او البيستاج من فوق، وهذا الشكل اللي حصلت عليه. صراحه جد لذيذه ومقرمشه. الى اللقاء مع وصفه جديده، وما تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على الزر الاحمر ليصلكم دائما الجديد من قناه إكرام.